معالي الرئيس، إذا تسمحي لي أنه أسجل اعتراضي على ذكر اسم دولة إسرائيل في البيان. احنا كعرب نبحث عن حقنا في إقامة دولتنا العربية في فلسطين، لذلك لا يجب أن نضمن اسم إسرائيل كدولة. أطلب من حضرتك ومن اتحادنا أن يتم الإشارة إلى إسرائيل بالكيان الإسرائيلي المحتل، وهذا سبق أن طرحناه في جلسات سابقة للاتحاد البرلمان العربي. لا وجود، لا اعتراف بهذا الكيان الغاصب المحتل، ويجب أن يكون أو يجب أن تضع المسميات بشكلها الصحيح وبشكلها الدقيق اللي يعبر عن إرادة الشعب العربي بالكامل. الأمر الثاني، لم يتضمن البيان الإشارة إلى قرار مجلس النواب العراقي بالمضي بتشريع قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، وهذا بحد ذاته هو رسالة تضامن مع الشعب العربي الفلسطيني. أرجو أن يتضمن ذلك في البيان الختامي.